حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه حاء قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشه ذكر عندها ما يقطع الصلاه الكلب والحمار والمراه فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني على السرير بينه وبين القبله مضطجعه فتبدو لي الحاجه فاكره ان اجلس فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه